تعالك خليني أنه نوقف مع بعضنا. أولاً من المفروض الآن والانقلاب تقريباً عنده ما يقارب اليوم السنتين تقريباً، جويلية يغلق سنتين أو جوان. اليوم تقريباً المعارضة وجب عليها أن تقف وقفة تأمل ومراجعة وتقييم للإنجازات وتشوف السلبيات اللي وقعت فيها. خلينا أولاً نرجع مدلول سيد أحمد، يعني في تقديرك شنية التراكمات التاريخية اللي أدت للانقلاب؟ اليوم عنا مسافة زمنية كبيرة، عامين على حدوث الانقلاب، المفروض أنه في إطار هالمراجعات وفي إطار هالتقييم علاش وصلنا للحظة 25 جويلية؟ بارك الله فيك على السؤال. إني نعتقد أن السؤال هذا يتوقف عليه معرفة كيف حدث الانقلاب ومعرفة شروط إسقاط الانقلاب وتأسيس ديمقراطية مستدامة وقابلة للحياة. ما هي التراكمات التاريخية التي أدت إلى ظهور الانقلاب؟ سؤال جوهري ما شفتش كون طرحه في الجماعة اللي قاوموا في الانقلاب. علاش؟ لأن الانقلاب راهو ما جاش نهار 25، والانقلاب ماهوش قيس سعيد. الانقلاب، وهني سامحوني الجماعة المزروبين وهك الجماعة اللي يحبوا دائما يعني الإجابات نتاع فيسع فيسع، هذاكم نقولوا مرة ما عنديش ما نعمل لكم. أني نحاول نكون عميق، نحاول نكون عميق ونلقى يعني إجابات تخلينا نلقوا حل للوضعية الانسداد هذه. الوقع هو أن الثورة التونسية وكل الثورات الربيع العربي ما وقعتش على نمط الثورات متاع القرن العشرين من 1917 حتى للثورة الإيرانية. النمط القديم هذا متاع الثورات كان يقع عبر تنظيم، يعني جهاز تنظيمي ايديولوجي ياخذ وقته في مصارعة النظام القديم، وفي الوقت هذا يفرز قيادات حقيقية وعندها شعبية وخاصة عندها رؤية بديلة لنظام الحكم ولكل الدولة، وفي لحظة تقررها هذه القيادة يقع التصادم مع السلطة القديمة وتقع حكومة ظل أو حكومة منفى، وتقع المعركة الحقيقية لتفتك فيها يعني القوى الجديدة أو معسكر الثورة يفتكوا فيها كل السلطة ويغيروا كل بنية السلطة من القضاء والجيش والأمن والإعلام والمجموعات الزبونية كل يبدلوها، فتصبح نظام جديد ودولة جديدة. النموذج هذا وقع من 1917 حتى للثورة الإيرانية. اللي وقع في الثورات العربية وفي الثورة التونسية أنها كانت بنت زمانها فعلا، كانت ثورات ما بعد حديثة نظرا لعدة أسباب. السبب الأول هو أن اليسار العربي منذ التجربة الستالينية خذي وسمة الديكتاتورية والاستبداد، وأصبحت فكرة الثورة هذه خطير جدا ومهم، أصبحت فكرة الثورة لصيقة بفكرة الاستبداد الستاليني، الأمر الذي شوه اليسار في العالم بصفة عامة واليسار العربي بصفة خاصة، فتخلى على فكرة الثورة وأصبحت حركات إصلاحية وأصبحت حركات تدخل في منظومات المجتمع المدني من أجل الصراع من الداخل، رضت بالدولة الموجودة هذه الدولة البرجوازية، وتشتتت اليسار تشتت على منظومات المجتمع المدني وأصبح يناضل من الداخل ووقع تدجينه. ماذا بينا يبقى هذا حاضر في الأذهان بعد. الحركة القومية العربية نفس الأمر، فشل الاشتراكية وفشل تجارب الوحدة العربية، فشل الاشتراكية بسقوط الاتحاد السوفيتي وفشل تجارب الوحدة العربية أدى إلى أن فكرة الثورة اللي نادى بها مثلا عصمة صف الدولة في كتاب الثورة العربية في 7 أجزاء أصبحت فكرة مستهجنة وبعيدة المنال. الأمر الذي أدى بالحركات القومية أن تتفتت وتتحول من فكرة الثورة وتدمير الدولة الإقليمية وبناء دولة الوحدة وبناء دولة الاشتراكية إلى أصبحت الحركات القومية خادمة لأصحاب السلطة. وهنا نحب نذكر بمقال شهير العبد الإله بالقزيز، الحركة القومية العربية من الثورة إلى موالاة السلطة، يرسم فيه المسار هذا. وبالتالي حتى عند القوميين فكرة الثورة والاستعداد للثورة أصبحت مستهجنة وبعيدة المنال، وتحولت الحركة القومية إلى حركة إصلاحية. الدليل شنو؟ أن الحركة القومية العربية مثلا
حركة الشعب في تونس أصبحت تقبل بالدولة الإقليمية ولا؟ هذا يا شيطان كبير عند عصمة سيف الدولة، كل تنظير عصمة سيف الدولة عدم الاعتراف بالدولة القطرية، هذا ما ولوا يعترفوا به، بل شكلوا أحزاب، بل دخلوا إلى برلمان بن علي. إذن أصبحت حركات إصلاحية. شو قال الحركة الإسلامية؟ من مفارقات الدار أن الحركة الإسلامية تتأثر بما حدث لليسار العالمي، هزيمة الاتحاد السوفيتي وهزيمة فكرة الثورة في حد ذاتها وتقديم الليبرالية، تنازلات للعمال يعني 8 ساعات، التغطية الاجتماعية، الرفاه الاجتماعي، الأمر الذي أدى باليسار، يعني العمال في الكتلة الاشتراكية أصبحوا يحسدوا زملائهم في الكتلة الغربية. انهيار الفكر اليساري هذا أثر حتى على الإسلاميين، وأصبحت أيضا فكرة التغيير الثوري اللي نظر له مثال علي شريعتي، نظر له سيد قطب، نظر له طالقاني، أصبحت حتى هي بعيدة، وأصبحت الحركات الإسلامية حركات إصلاحية. الأمر الذي أدى أن بعد وقت الوقعة الثورة في الربيع العربي كان الشارع ثوري وراديكالي، وقدم الشهداء في تالا والقصرين وفي سيدو بوزيد وفي الحامة وفي كل بلاصة. أما الطبقة السياسية فكانت طبقة إصلاحية تمارس في الميكماك مع النظام القائم، تمارس في عملية التفاوض باسم الشارع، يعني خرج الشارع من المعادلة وأصبحت الحركات السياسية تفاوض فيه. إذن لو قع تغيير الجيش، لا الأمن، لا القضاء، لا الإعلام، حتى شيء، رضوا ببقاء الدولة كما هي، عسى أن تقبلهم هم في حد ذاتهم كوافد جديد، يعني سياسي جديد. وهذا تم بشروط الجديد مش بشروط القديم. هالمصالحة هذه التاريخية اللي تحكي عليها أنت بين القديم والجديد تمت بشروط الجديد في بداية الثورة، وهك علاش احنا شفنا بعض التغيرات الدستورية والقبول بمجلس تأسيسي والقبول بتغيير الدستور والقبول بنظام انتخابي جديد إلى آخره. إطلاقا تمت بشروط القديم إطلاقا، ونهني نحب نقول الكتاب الأخير بتاع سيدي العباس يرسم المسار هذايا. إذا يزمك تعرف أن أغلب الطيف السياسي اللي كان موجود ساعتها كان معارض للقصبة 1 والقصبة 2 في مطالبتها بدستور جديد، كلهم طالبوا من غير ما نذكر الأسماء، طالبوا بتنقيح دستور 59 والمحافظة على يعني النظام الرئاسي. يلزمنا نتذكر مليح يعني الخيط الناظم، ما تنساش أن إلى حد الآن ما نحش عارفين علاش هرب بن علي، هربوه قلبوا عليه، إلى حد الآن ما نحش عارفين بعد ما هرب هو شكون شد السلطة فعليا، شد سيل غنوشي اللي هو أحد أعمدة النظام القديم، بعد شكون شدها؟ شدها المرحوم الباجي. يعني نفس المسار بقي، والوافد الجديد بقي دائما البرة، ما دخلش، ما أثرش، دائما بشروط القديم. إذن هذا ما حدث بالفعل. إذا كان نحبه تويك نطرح سؤال، علاش جي القيس سعيد؟ نظرا للأسباب هذه، يعني النظام هو ثورة مضادة قيس سعيد، إذن الثورة المضادة دائما موجودة في بذورها في كل ثورة، بقت تستنى في التراكمات هذه والأخطاء القاتلة إلى أن وقت الانهار يعني نداء تونس وفقد المنظومة القديمة ذراعها السياسية تشتت، وما كانش تم حتى أمل في إعادة يعني ذراع سياسية، بقالهم يعني الانقلاب، ونحن في مواطنون ضد الانقلاب صراحة قبل 2019 قلنا إذا انهار نداء تونس فإن الانقلاب قادم لا محالة، وذلك ما وقع، إضافة إلى أن قيس سعيد استثمر في العجز الكبير على الإنجاز الاقتصادي اللي طيلة 10 سنوات كانوا يتصوروا أن وقت تترسخ المؤسسات سوف تترسخ الديمقراطية، كان عليهم أن يمشوا بالعكس، كان عليهم أن يحققوا للناس الشغل والكرامة والداخلي والسكن والنقل والاستشفاء والتعليم. يعني شوف ديمقراطية ما هوش رابح فيها الإنسان العادي، 80% من الشعب مش رابحين فيها، يعني في بطونهم وفي صحتهم وفي نقلهم، رو بعد يسلم فيها وانت تشوف أكتشوف.